رمضان شهر فضيل، صبر وصيامه ما نحسه إلا وإنه مخلص، لأنه خفيف ولطيف. كنا نجتمع لما واحدة، إخواني، خواتي، أقارب، هون بس أنا وأمي. في أذان الفجر بسحرها لأذان المغرب، بجهز لها يلا أكلة، شغلة بسيطة بتاكلها، لأنه المصروف ما بيساعدني على إنه كل يوم أطبخ. والله نبات تروح يا عمري تدينا شوية لبن من الدكان، تدينا شوية هي سدانة خضريات. أدعي من كل قلبي على جميع المسلمين والمؤمنين، مو بس على أولادي وعلى بناتي.